مساء الخير. امبارح كانت الذكرى الثانية على وفاة المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد بعد صراع كبير مع المرض، حيث أصيب بفيروس غريب فشل الأطباء في تحديد طريقة علاجه، ودخل على إسراف في غيبوبة استمرت عدة أيام حتى فارق الحياة صباح يوم الاثنين 5 يوليو 2010. مساء الخير أستاذ. مساء الخير أحمد. مساء الخير عليكم. اليوم في ذكرى وفاة المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد هنستعرض وهنخصص حلقتنا النهاردة للحديث عنه وعن مشواره الفكري من خلال حوارنا مع ضيفنا الكرام. هنطلع فاصل ونرجع ليكم عشان يدور الكلام. احنا في مجتمعاتنا واخد بالك النقد ينظر اليه شجرا والعقل ينظر اليه شجرا وامل تنقل له قصيده جميله جدا جدا في حكايه العقل التائه، انما ده بشكل عام برضه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه هل هناك مثقف يمكن ان يسمى مثقف نقدي؟ هل يكون هناك، هل ممكن ان يوجد مفكر او تفكير دون ان يكون اهم سلاح له النقد؟ يعني اذا تخيلنا المثقف غير نقدي فاحنا بنسلخ عنه صفه الثقافه. نعم. بالضبط كما انه المواطن غير القادر على انه يرى الخطا والصواب في المجتمع، واخد بالك؟ يعني في شكوك في مواطنيته. نعم. العقليه النقديه جزء من الهويه الانسانيه، اذا افتقدت معها يعني عناصر كتير كثيرة جدا من الهوية. لأنه مجتمعات سلطوية، مجتمعات أبوية، مجتمعات قبلية، كيف تتخيل أنه في هذه المجتمعات، في المجتمعات القبلية تكون قيمة الدفاع عن القبيلة أهم من قيمة الدفاع عن صواب الفكرة؟ وإحنا عندنا للأسف الشديد يعني هذه القبلية الفكرية. يعني إذا 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 يصعب جدا أنك تجد حد ينتقد موقف من الثقافات الأخرى، ينتقده بشكل يعني إيه، ما ليس هناك مجاملة، في مجاملة، كلنا منخلطين في مسألة الاستعمار والهجوم وتعرضنا للإذلال وتعرضنا لإيه، كما لو كنا نحن أبرياء. نعم. من كل هذا. محنة المفكر في مجتمع لا يقبل النقد أن يكون ناقدا، ولا يصح أن يكون المثقف إلا أن يكون ناقدا، وإلا نزعنا عنه أن يكون مثقفا. ده خلاصة ما قاله الدكتور نصر حامد أبو زيد، وأعتقد دافع عنه كتير جدا هي مفهوم النقد والعقلانية. نصر حامد أبو زيد مفكرا وإنسانا، ده اللي هنحاول نتكلم فيه النهاردة مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة، الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. والشاعر الكبير الدكتور الأستاذ زين العابدين فؤاد، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك احد الرفقاء طبعا الدكتور نصر حامد زيد ربنا يرحمه في الجامعه. انا عايز ابدا الحلقه على الجانب الانساني لنصر حامد ابو زيد، باعتبار انه ضيوفنا الكرام النهارده عثروا الدكتور نصر حامد ابو زيد في مراحل مختلفه، وهبدا من الاستاذ زين العابدين باعتبار حضرتك زميلت الدكتور نصر حامد ابو زيد في مرحله الجامعه. وانا عايز اكلم حضرتك، تكلمنا في مرحله الجامعه كيف كان نصر حامد ابو زيد، هذا الشاب الذي جاء من قرية قحافة من طنطا، جاء إلى القاهرة دارسا بجامعة القاهرة. احنا التقينا قبل الجامعة، قبل دخول، احنا الاثنين دخلنا كلية الآداب في سنة واحدة في 68. لكن احنا كنا أكبر زمايلنا سنا، لسبب إن نصر كان يعمل لفترة طويلة ثم امتحق بالجامعة، وأنا كنت بدرس في كلية الهندسة وانتقلت من الهندسة إلى، فإحنا كنا بنعرف بعض من خلال كتابة، ومن خلال إن هو كان في مجموعة نشيطة في المحلة الكبرى، وزي ما أنت قلت هو من قحافة في الغربية، لكن اشتغل في المحلة، ومن هنا عرف مجموعة المحلة كلها، وهي كانت مجموعة أدبية نشيطة جدا. يعني دكتور جابر عصفور. جابر عصفور و سعيد الكفراوي ومحمد صالح وجار النبي الحلو طبعا كان أصغرهم، وهكذا، وكانوا مجموعة نشيطة جدا، وجم كمجموعة فإحنا عرفناهم وكنا نهزر ونقول إن دي عصابة المحلة. لكن دخلنا مع بعض كلية الأداب،
نصر كان بيكتب شعر، وكان ايضا ما اعرفش ده معروف ولا انه كتب قصص ايضا. ويعني من سوء حظه انه لما كان بيقدم، وزي ما هو بيقول ده في تسجيلاته، لما كان بيقدم في مسابقات الشعر في الجامعه او في الكليه كان بيطلع الثاني، ما كانش بيطلع الاول، لان كان في واحد ثاني بياخد الجائزه ديت اسمه زين العابدين فؤاد. لكن يعني ده مجرد بدايه. نصر صحيح بطل شعر، لكن الشاعر هو اللي خلاه، الشعر اللي جواه والطفل اللي جواه والعقليه النقديه اللي جواه هي اللي خلاه يعني يفكك العالم ويعيد تركيبه. هو ده نصر يعني في منه. فكره العقليه النقديه ديت موجوده من الاول، مش بالدراسه فقط، انما جزء من زي ما هو بيقول ان تكوين المثقف انك ما تقدرش تاخد الاشياء مسلم بها. هل حضرتك شايف نصر حامل ابو زيد اللي كان شاعر او كان بيكتب شعرا انعكست اسلوبه سلاسه الشعر على كتاباته حتى في الفكر الاسلامي؟ هي انعكست اكتر على طريقته مش على الكتابه، يعني الكتابه على معاملاته. قصدك حضرتك في طبعا هو يعني يظن، وده ممكن في جزء انا عارف ان الدكتورة امنه هتتكرم وانها تحكي اجزاء عنه، انا هحكي اجزاء اخرى. فهو الانسان دائما، الطفل دائما، المندهش دائما، بمشي الاشياء كما هي دائما، ودي تركيبة الشعر. ده كان بيحصل ما بينكم توافق، ولا كان يعني الحكاية النقدية دي كانت ممكن تكون بتعمل شيء من الخلاف أو الاختلاف؟ إحنا أصدقاء حتى اليوم الأخير. يعني إحنا أصدقاء، وأنا يعني سعيد جدا بعلاقتي الطويلة جدا بنصر، اللي هي مش زي ما قمت إنها ما ابتدتش فقط الجامعة. من الجامعة من 68 حتى آخر يوم، لكن ان العلاقه كانت قبل كده، والعلاقه لم تتوقف عن الاطلاق. وانه لما تعرض لازمه انه ان ناس بتتصور انها تمتلك الحقيقه او تمتلك تفويض الهي، وان عندهم ما اعرفش مسجلين التفويض فين يعني، وانه يقدروا يقولوا ده مؤمن وده كافر وده صح وده غلط وده حرام وده حلال. اما تعرض لهذه الازمه طبعا كنا متسقين جدا، وجه فكره ان نصر يسافر الى جامعه ليدن عن طريقي، وانا يعني ساهمت مع غيري في المساله ديت. كنت طبعا بمر عليه دائما، انه في موقفين وهو في جامعه ليدن مهمين جدا، انه لما اخذ جائزه الحريات. جائزه الحريات الكبرى ديت جائزه بتقدمها مؤسسه روزفلت مره في اوروبا ومره في امريكا، لان روزفلت هولندي اصلا. فكان نصر متردد جدا، كلمني انه اتعرض على انه ياخد احد الجوائز وكان متردد جدا. فانا قلت له ده انت معاك نيلسون مانديلا، اذا حد في نيلسون مانديلا هياخد الجائزه فيبقى ده مساله مهمه، يعني تضع اي حد اي شائعه ممكن نتصورها. دكتوره ابتهام طلبت على طول مني اني وانا جاي ينهم، لان انا كنت هحضر انا وزوجتي معاهم في هذا الاحتفال العظيم جدا، ان احنا نجيب كوفيات فلسطينيه. ونصر تسلم جائزه وعلى رقبته الكوفيه الفلسطينيه، واحنا الاربعه كنا عاملين نوع من المظاهره اللي يعني بتعمل موقف من غير كده. في اشياء كثيره جدا ممكن
نقولها عن مصر، لكن هنخش فيها. وبمناسبه لايدن اروح بقى للايدن هناك عند استاذتنا الدكتوره امنه نصير. حضرتك عصيرتي الدكتور ناس حامد وتزاملتم في جامعه لايدن، وحضرتك كنت حكيتي لي يعني اكثر من موقف قبل كده على المستوى الانساني وعلى المستوى الفكري للدكتور ناس حامد وزيد مع حضرتك. انا عايز اترك المجال لحضرتك تحكي لنا اجزاء من هذه المواضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا فوجئت جامعة الأزهر، الدكتور حسين عويضة كان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا يستدعيني ويقول لي يا دكتورة إحنا في بيننا وبين جامعة لايدن يعني علاقات ثقافية، وهم طالبين إن حد يروح لهم أستاذ فلسفة لمدة أستاذ زائر. فقال لي أنا عارف إن ده طلب هيبقى ثقيل عليك بوضعك الأسر ومسؤولياتك، لكن عشان خاطرك وزارة الخارجية هتكون سعيدة إن أنت توافي. المهم وافقت ورحت إلى لايدن، وطبعا كانت رحلة في الأول بالنسبة لي مش ميسرة. إن أنا أول حاجة طلبت الدكتور، أنا أول مرة على فكرة أشوف الدكتور ناصر والدكتورة التهال كان في مؤتمر في أسبانيا، الأندلس ملتقى عوالم ثلاث، أول مرة أشوفهم في هذا المؤتمر. فلما عرفت إن إحنا هيكون في لايدن قلت طب كويس إن أنا هعرف حد هناك. هو الحقيقة أول ما وافقت على الزيارة تراسل معي على طول وقال لي يا دكتورة إحنا نعمل لك إعداد جيد للكورس اللي هتأديه وتعالي، ومعليش يعني اخشن شوية وتعالي مادي شوية زي ما بيقول. فرحت، فكان بالصدفة هو في ألمانيا في مؤتمر في ألمانيا. صدق يا أستاذ أحمد أول ما عرف إن أنا وصلت لايدن راح قاطع زيارته يومين ثلاثة أربعة مش فاكرة العدد بالظبط من ألمانيا، وجه هو الدكتورة بتاعها الجاري على هولندا. أول ما دخل هقول لك إحساسي، عارف الأول حاسة بغربة، الدنيا فاضية كده وبردة حواليا. مجرد ما سمعت صوت الدكتورة ابتهال والدكتور ناصر وصلوا هولندا، عارف حسيت إن أنا روحي ردت كده، إن أنا عزوتي وأهلي جولي. رحت الصبح على جامعة، طبعا فضلنا نرتب اللقاء، رحت الصبح على الجامعة لقيته هو سابقني بفترة وقعد. طبعا انبسط جدا لما جيت وقال لي أنا كنت لآخر لحظة مش مصدق أن أنت هتيجي، لكن ده تعتبر تضحية منك وأنا سعيد بالميجي وكل حاجة. أقول لك أول محطة، أول حاجة قال لي إيه، خلي بالك يمكن رئيس القسم هيقابلك بوجوم شوية أو بوش قبلكاش حبتين، لأنه هو أول ما جات السي في بتاعتك كل كتبك إسلاميات وست محجبة. فقال له إيه يا نصر، هو جامعة الأزهر وزارة الخارجية المصرية بعتلنا إرهابية؟ فقال لهم انتوا احمدوا، انتوا متعرفوش فلانة، ده انتوا تحمدوا ربنا إنها وافقت ورضيت تيجي. دي هتلاقيها أستاذة مختلفة عن اللي في مفاهيمكم ده خالص. الحقيقة أول ما دخلت القسم برضو كان، شوف أول هنا نقطة مهمة جدا، هو قابلني رئيس القسم بروفيسور كتاين بشكل فيه وجوم كده وش بلاستيك، عارفة لولا إنه هو منبهني أنا كان ممكن أقول له أنتوا اشترتوني، ده أنا جاي لكم على حسابي وعلى وقتي وعلى صحتي وعلى كل حاجة. فروحت هادئة كده وابتسمت الكابتن، كنت واخده حاجات كده رمزية من الحاجات الفرعونية اللي بيحبوها، قلت له بروفيسور برضو نبهني، قال لي ادي الباك دي الشنطة دي للكابتن بلغة لطيفة وهتلاقيه اختلف. فقلت له انا طبعا مبسوطة ان انا اجي اقعد معاكم الفترة دي واتمنى ان انا اكون اضافة جيدة للشغل اللي بيربطني بهذه المهمة. فقال لي جود، احنا خلاص عايزينك تناقش معانا ثلاث رسائل هنا لاولاد من جنوب شرق اسيا، ودول واخدين موضوعات حتى دكتور نصر قال ان هي اكتر واحده هتفيدنا في الجزئيه دي فلانه. طب دكتور امنه انا حابب اخش في فكر الدكتور نصر. انا بزيد حضرتك استاذه عقيده وفلسفه، ودكتور نصر كان تخصصه اكتر في علوم القران تحديدا. كيف لا سيبني، ما انا هقول لك المحطات اللي همهد لك ليه. اتفضل. بدانا في مناقشه الرسائل، شوف تواضعه العلمي ولطفه لما اديت شويه هذه النوتس، قال لهم شفتوا بقى ان ارتباط الجامعات الاسلاميه وبارائها فعلا لها ارتباط عميق جدا مع الجامعات الاسلاميه ومع الاخوان المسلمين في مصر،
وكويس ان الدكتوره وضعت لنا هذه النقاط، لان هي لو يعني بوضعها لها بهذه التفصيلات هتكون اكثر تقبلا مني. اهمها ايه؟ عمليه زي ما انتوا قدمتوا، الاستاذ زين دلوقتي قدم ان هو انسان عنده حاله المفكر، حريه وانطلاق الفكر. هو للاسف دفع ثمنها شديد جدا، لانه تعامل مع النص بهذه الحرية وهذه المساحة اللي ادها له عقله. واحنا عندنا في الفلسفة لما نقول كيف يواجه النص العقل والارتباط بالنص ارتباطا نصيا، النصر خرج من الارتباط النص وشغل عقله، عقله الحر، عقل اللي ليه مساحة. وهنا هقف لأن دي محنة ما زالت تلازمنا النهاردة وبكرة وبعد. ألا وهي إيه؟ إن إحنا إذا كان رب العزة يقول الآتي: من اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر. شوف عظمة هذا النص، إن إحنا ربنا مش عايز يرهبنا إن إحنا نترك هذا النور العقلي إن يشتغل، حتى وإن لم يأتي مرابطا تمام المرابطة مع النص التقليدي لدى المفاهيم المعتادة. ودي كانت أكبر مشكلة، إن هو خرج عما عهدناه من السابقين أو من الموجودين. دي أكتر حاجة لما تيجي ذكرى النهاردة، الذكرى الثانية لدكتور نصر، بتفتكريها النهاردة. دي أكتر حاجة بمناها ملائمة كمان، إن هو دفع تمن نعمة العقل ربنا ادهاله أو نور العقل. وهقولها بلغة ابن رشد، لأنه كان متأثر بابن رشد وأنا عنده جزء من ابن رشد. ابن رشد يقول لك حاجة كده للجماعة اللي ضيقوا عليه الخناق في عصره، فحد كده حطه كده في كورنر وقال له إيه: هل أنت توافق على العقل يتعامل مع النص أم توافق على النص كما هو؟ ماذا كان رده العظيم واللي أنا بهدي لروح الدكتور نصر دلوقتي؟ قال لهم: العقل نور والنص نور والنور لا يطفئ النور. شوف عظمة هذا الفيلسوف الرائع. فهو الدكتور نصر تعامل مع النص بالعقل وتعامل معاه بنور العقل ونور الإيمان. والجزء دي للأسف، جزئية نور الإيمان دي هي للأسف اللي الناس هجمت عليه فيها. صحيح. وحاولت إنها تسلبه من رغم أن يا ما جلست في القسم مع نصر وناقشنا كل حاجة، وأخذت من بعض كتب وقريتها وناقشته فيها. راجل عميق الإيمان بمعنى الكلمة. صحيح. عميق الاحترام لإسلامه، عميق الاحترام لوطنه، عميق الاحترام لقوميته زي ما أشرت سيادتك، وحط الكوفية وهو رايح يستلم جائزة دولية. وهو في أول محاضرة يعني متهيألي قالها في لايدن كان قال الشهادة هناك لكي يثبت للجميع أنه ليس خارجا عن الإسلام. أنا عاتبته على الحركة دي، قلت له: الذي يقبل شهادتك وإيمانك رب العزة، ربنا لم يرسل أحد ينقل على القلوب. وعندما خالد بن الوليد قتل محارب فقال يعني بما معناه أنه هو نطق الشهادة لأنه خشي السيف، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هلا شققت على قلبك. صحيح. إحنا للأسف عاملين أوصياء على القلوب، عاملين أوصياء على الإيمان، عاملين أوصياء على الشكل، عاملين أوصياء على البشر، رغم أن رب العزة عندما يكلم نبيه الكريم المرسل المبعوث يقول له: ما عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكون. نخش كمان في تفاصيل. أستاذ زين عبدين، هو دلوقتي حضرتك دكتور نصر حمد أبو زيد كان من أهم القضايا اللي طرحها فكرة تسوير الفكر الإسلامي بصفة عامة، والفكر المصطلح بصفته جزء منه. أنا عايز أربط ده بالثورة، ثورة 25 يناير. حضرتك شايف إنه هل إذا لم يصاحب ثورة 25 يناير تسوير فكر حقيقي ربما يبقى فيه خطورة على الثورة نفسها؟ أنا كنت شايف وأنا في ميدان التحرير إن في طابورين، طابور الثوار اللي موجودين على الأرض، وطابور كل من الناس اللي مهدوا الطريق عشان الشباب يجوا التحرير. كل من الناس اللي مهدوا الطريق من الطهطاوي لسيد درويش للشيخ امام لنصر ابو زيد،
كل المفكرين محمود العام، كل المفكرين اللي فتحوا طاقات نور كانوا جزء من الدفع لهذه الثورة. ومن هنا كنت شايف ان فيه طابورين، طابور النور التنوير وطابور التثوير. حضرتك كنت متوقع ان طريق النور ده هيأدي، يعني بما ان في مفكرين عظماء زي دكتور نصر وحضرتك ذكرت اسمائهم، كنت شايف ان الثورة جاية بما ان دول مهدوا الطريق فلازم يمهدوا الطريق لحدث، فهل يعني كنت يعني شايف ان في حاجة هتحصل بما ان الطريق بقى اصبح ممهد لهؤلاء المفكرين ان هم تشوف بعد كده في 25 يناير شباب ثورة؟ اكيد انا كنت شايف ده، وطبعا قبل ما تتولدوا انتم الاثنين بكام سنه، وانتم كنتوا في التحرير، وانت بالتحديد انا عارف، انا ما اعرفش بالنسبه ليك انت كنت في التحرير، وكنتوا بتغنوا مثلا يتجمعوا عشاء اغنيتي انا كاتبها من 40 سنه، كل الاغاني كانت مثلا يعني مكتوبه من 40 سنه وانا كاتبها وانا في السجن، فديت معناها ان انا بحلم فعلا بان ده يحصل، ان مصر النهار يطمئن في الميادين. فانا ما كنتش بقول الكلام ده عشان ما يحصلش، فانا اكيد شايف ان كل الناس دومت ساهموا، وانا كنت دايما اقول ان التحضير للثوره في 25 يناير بدا من سيد درويش. طب حضرتك لسه في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي ومنتج عنها اهميه من امور، حضرتك شايف لسه في طابورين ولا المساله بقت مختلفه شويه؟ بقوا طابور واحد يعني استولى على الثوره واخد بيحاول ياخذ مصر في اتجاه مخالف للي نصر حامد ابو زيد كان بيامله. طيب انا شايف ان الثوره مستمر، انا شايف ان في محطه ان الثوره في طريقها بتتعرض لحاجات كويس، انما الثوره في مطبات يا استاذ زيد لابد ان احنا نعرفها مزبوط. وكيف نقيل هذه العثرات مزبوط. هو ده دوركم بقى مظبوط. فمن هنا انا شايف ان هذه الثوره المستمره اللي احنا فيها ما حققتش اي شيء من برنامجها المطروح الا جزء من الشعار الاول اللي هو الحريه، ان احنا رافعين شعار عيش حريه وعداله اجتماعيه، فتحقق جزء منقوص من الحريه لكنه جزء كبير جدا، كسر حاجز الخوف ده مساله مهمه. كسر، انا بحيي حضرتك، هو كسر التابوهات اللي كانت موجوده. يمكن ناس كتير قالت ان اكبر يعني انجاز للثوره هو كسر حاجز الخوف داخل المصريين. مظبوط كويس، وانه ان الان عندنا مهمه حقيقيه، يعني ان هي مهمه الوعي، مهمه انه الطابور الثاني بقى بتاع الوعي والاناره لابد ان يلعب دور مهم جدا، ان مين اللي قال ان انا لو علمت على الخضرة اخش الجنه؟ في الاستفتاء ازاي استخدم او اسيء استخدام الدين بهذا الشكل؟ إن او تدفيهه. أيوه. ده تدفيه للدين للاسف، فعليا اذا ان اكشف ده، فده جزء من شغل المفكرين. ان جزء من شغل المفكرين اني ازاي اقول ان ما ينفعش انك تشتري صوتي بازازه زيت وكيس رز وتقول لي انك عايز تطبق الشريعه. طب استاذ زين، حضرتك من خلال هذا الامر ازاي افكار نصر حامد ابو زيد نقدر نترجمها؟ ايه الاليات نترجمها في ارض الواقع بقى؟ احنا عندنا نقطتين مهمين جدا في مساله الوعي، ان احنا عندنا التعليم والاعلام ودون جناح الثقافة. طيب. يعني جناح الثقافة الناس بتشكل ثقافتها العامة ازاي؟ يعني هذا الإعلام الرديء جدا الفاسد جدا في مجمله اللي قدر يخفي عن المصريين انه في الخمس سنوات الأخيرة من حكم مبارك كان في حوالي 3000 اعتصام ومظاهرة في مصر، أخفينا ده تماما. يعني بس مش حضرتك شايف ان التعليم والاعلام شويه هيجيب اثره على المدى الطويل؟ معلش، ان الاعلام بيجيب بسرعه ان الناس مربوطه بهذا الجهاز، يعني الضروري جدا والضار جدا اللي هو اسمه التلفزيون. صحيح. كويس؟ فانه اذا مساله الوعي ده دور مهم جدا. الوعي بمعنى ايه؟ ان احنا ازاي ننزل؟ ان انا كل اماكن تاثيري، أستاذة الدكتورة عندها كم هائل من دوائر التأثير، عندها طلبتها، عندها جيرانها،
عندها أسرتها، عندها معرفها، عندها جمهورها. إزاي إنها تأثر في كون هذه الدوائر فترفع ده هيخليني اجي اسال الدكتور على شيء مهم، يعني او كان سؤال مطروح، الهجوم اللي حصل على دكتور نصر، يعني حسب حوارنا دلوقتي، هل نعتبره هجوم ديني ولا هجوم سياسي؟ لا، هو ليه اكثر من وجه الحقيقه. يعني من جلساتي معاه في جامعه لايدن حكى لي من وراء الكواليس كثيره، بس انا مش هسيرها دلوقتي، بان المساله دخل فيها اكثر من عنصر. دخل فيها ضغائن نفسية وضغائن زمالة، ودخل فيها تربص، ودخل فيها حرب كده من وراء الكواليس، واصطادوا في هذه الجزئية وحرموا من نعمة العقل ونور العقل أنه ينتفع باجتهاده للناس. وللأسف ما زال إلى الآن ناس، يعني أنا أذكر كانت في جلسة قريبة وجت بالصدفة، وكان في زي شبع عتاب ان انا كيف ادافع عن الدكتور نصر. انا بدافع على فكرة صحيح. الدكتور نصر قابل ربه، وهناك عدل الله اعظم مننا جميعا. لكن انا ما محمد عبده، مش نصر ابو زيد بس، محمد عبد نفسه ساعة ما توفى بقى يكلموا بعض يقولوا احنا يجوز ان احنا نروح جنازته ولا لا. احنا دائما نخشى اي جديد، نخشى اي اجتهاد. وانا لما قلت منذ قليل ان ربنا الاسلام اداني حق الاجتهاد طالما املك الياته، مش اي اجتهاد، فاذا اصبت ليه الاجر، اذا لم اصب ليه اكر. ليه؟ حتى لا يجعل الامه، لان هذا الدين دين الختام، واظن زي ما بنقول في الفلسفه مقوله الزمان والمكان تؤكد ان لا يوجد تاني بعد شريعه الاسلام او بعد دين الاسلام، ما فيش. ولذلك الحديث الجميل ان الله يبعث على راس كل 100 سنة من يجدد امر دين هذه الامه. شوف ده كل ده يؤكد على جزء العقل. وما للعقل، ربنا مش مدهوني ديكور، ده مدهوني حتى اعمله في قضايانا وفي نصوصنا، واقدم الجديد لكل مجتمع ولكل عصر. يعني كلامه مع حضرتك كان ان في كذا طرف، في اطراف كثيره دينيه وسياسيه ومحيط الجامعه ومحيط الصحف، كل حاجات كثيره انا لست في حل ان انا اذكرها دلوقتي، لكن استطيع ان اقول ان تجمعت عليه امور كثيره، ليس لهجومي على اجتهاده في النص فقط، بل لها كانت امور اخرى. بدليل انه الكتاب اللي اثار جدل هو مفهوم النص، هو الكتاب كتب في الثمانينات واثار الجدل في منتصف التسعينات، اذا الامر لم يكن علميا. ده استنتاج رائع. دكتوره امنه، دكتور نصر حامل ابو سيد تحدث عن تجديد الفكر الديني وتحديدا في مجال القران اللي هو كان تخصصه. نعم. وشفنا اللي حصل معاه. الان احنا بنتكلم في 2012 في ظل هيمنه تعتبر سياسيه بالدرجه الاولى من التيارات الدينيه، وايضا هنالك هيمنه فكريه من كثير من هذه التيارات، وبنشوف يعني مساله الدستور ليس ببعيد عننا. هل حضرتك شايفه اذا كان في معوقات بتواجه فكر نصر حامل ابو زيد من 10 سنين او من 20 سنه، هل تجد المعوقات دي ازدادت دلوقتي؟ اضربها في 10. اضربها في 10 على طول. بلغه موجزه، وانا كم خائفه حقيقي على عظمه هذا الدين وانه دين يصلح له. احنا نقولها بالبق المليان، هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان. لكن تعالى اثناء التطبيق يا استاذ زين، مش شايفه ان هم مقرين بهذا؟ او ان لديهم من سعه العقل وسعة الصدر وسعة مسؤولية أننا أمة لآخر الزمان. كل واحد مننا بيقيس هذا الدين على مقاسه وعلى شكله وعلى ثقافته، ونسوا الآتي، أن هذا الدين دين عالمي للأبيض وللأحمر وللأسفر وللأسود. كل واحد متصور أن الدين ده مقاسي أنا في مصر، مقاسي في الجزيرة العربية، مقاسي، وده غير صحيح. هذا الدين ملك للبشرية جمعاء، ودين الختام. لو هم عقلوا هذه الحقائق اللي أنا بقولها 100 مرة، عقلوا مسؤوليتي لهذا الدين كأمة. ولما أقول لك يعني أن وسطية هذا الدين، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. هل أنا بوضع ده واحتكاري للحقيقة الدينية على قدر مقاسي، وهو ده أنا مسؤوليتي أمام الأمم؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا، هيشهد علينا بإيه؟ هيضربنا بالجريد لو وجد جريد يوم القيامة. فإحنا للأسف
اللي بضربه في 10 لأن أنا كأستاذ عقيدة وفلسفة أقرأ ما أراه في هذا الزمان وهو أمر مخيف جدا، ألا وهو اللعب بالدين، خلط الدين بالسياسة. وبقول 100 مرة السياسة ده الديرت وورك، ابعدوه عن الدين. عايز تشتغل سياسة اشتغل حقا، ماليش لست عليك بمسيطر، لكن لا تقحم الدين اللي يدي في الصندوق اللي معرفش الدايرة الخضراء ولا الحمراء. ده نوع من الدروشة اللي عرفتها القرون الوسطى، وده لا يتسق مع مفهوم الدولة تحت الشريعة الإسلامية، لا تصلح. وللأسف كأن الناس جايلهم حالة رهبة انهم يناقشوا هذه القضايا. اقول لهم طب ما هي الحكمه ان الله يبعث على راس كل 100 سنه؟ صحيح. ما هي الحكمه في اننا نصلح هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان؟ ما احنا بنتكلم وسلوكنا نقيضه. صحيح. طيب انا هروح لحضرتك يا استاذ زين، يعني حضرتك قلت كلمه احنا كلنا بنحبها قوي، كلمه الثوره مستمره. هل حضرتك شايف استمرار الثوره ونجاحها في الاخر هيقلل او هيخفي هذا التناقض في السلوك واللي الدكتوره أمنة بتقول عليه، وهذا يعني الضغوط اللي بتحصل على من يطلق العنان لفكره والتفكير والتفسير اللي بيحصل؟ هل نجاح الثوره هيقلل من الاشياء دي؟ اكيد هيقلل. من نجاح الثوره معناها ايه؟ نجاح الثوره معناها ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا قلناها، اما هي منها الحريه. الحرية يعني النهاردة ما اقدرش اتكلم عن دستور بيكتبه ناس معينين، وما اقدرش اقول انه حزب الاغلبية النهاردة هو اللي يعمل الدستور، ما حزب الاغلبية ده بكرة ما يبقاش حزب الاغلبية. الدستور توافق الامة، ما اقدرش اسلم ان الدستور يعمله ناس، اامن ان ناس تعمله لا تحترم العلم ولا السلام الوطني، لا تحترم الوطن وما ترى الوطن. كويس. نجاح الثوره معناها ان كل ده يتغير. لو احنا في وضع طبيعي كان القوى السياسيه والدينيه اللي نحسبها سياسيا حسب موقفها من الثوره، احنا عندنا قوه كبيره رفضت النزول للشارع ورفضت الخروج على الحاكم. كويس. واول الناس قفزت على الثوره وتقوم واحنا ما سمعناش، كنت رافضه الديمقراطيه كمان ودلوقتي رفضوا، ما نزلوش ما عفروش نفسهم لحد يوم 11 فبراير 2011 بان هم نزلوا مشوار لاي ميدان في ميادين مصر من ميدان المحطه في اسوان لميدان القائد ابراهيم. بالعكس كان قوه معطله ومكفره للمجرمين. كويس. هذه القوه يوم 18 فبراير تطلع في مظاهرات والطالب وترفع شعار الثوره ما رفعتوش تماما يعني. فمن هنا انه نجاح الثوره واستكمالها لابد انه يكشف ده، وفي حاجات كتير ابتدت تبان ان ناس كتيره جدا، يعني احنا لازم نحلل كمان نتيجه الانتخاب. ان احنا الشعب المصري وقف ضد رمز كان لا يمكن يسمح له ان يكون رئيس جمهوريه. انه رئيس الوزراء في موقعه الجمل يجي رئيس جمهوريه، مش معنى كده ان الشعب المصري يصوت مع الاخوان بتاتا خالص، ده كان كراهيه للطرف الاخر بس كده. اذا هذا اذا هذا الطرف ما فسرش ده وفهم ان هو الناس واقفه معايا لان الناس موافقه على برنامجه، يبقى دي كارثه خلل. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حوارنا عن في ذكرى الدكتور نصر وربطها بالواقع اللي احنا عايشينه. ما يحتاج العالم، وليس فقط العالم الإسلامي، ما يحتاج العالم اللي غالى في عقلانيته الى درجة وضع الدين في افق لا عقلانية. واحنا عارفين دلوقتي انه بعض فلاسفة ما بعد الحداثة لا بيعتبر انه جزء من بنية العقل اللاعقل او الجنون او ما يسمى بالاسطورة. وعشان كده بقول التدين وليس الدين. التجربة كمان كجزء من تحويل العقل الى تجربه شخصيه شخصانيه، مش الى
الى افق مجرد من القواعد، واخد بالك؟ وانت لو دورت على تقدم البشريه، يعني لو خدت مثلا نيوتن مثلا، واخد بالك، هتجد هذا الخليط من العقل والتجربه، واخد بالك، ونسق ما من انساق التدين، واخد بالك. يمكن الايمان بقيمه العلم وده تدين مفتوح، الكلام مفتوح، مفتوح. دي قيمه عندنا نقدر، يعني انا بعتقد في تراثنا الاسلامي والعربي عندنا هذه القيمه، عندنا قيمه مفكر زي ابن رشد، انه فيلسوف ومتدين، ومتدين، وهو الفيلسوف الوحيد الذي افرض كتابا للفقه. لكن الفقه باي معنى؟ لما تقرا بدايه المجتهد ونهايه المقتصد لابن رشد هتجده مشغول بفقه الاختلاف. اذا يمكن ان نجد في تراثنا عناصر تجمع بين عقلانيه وتجربه، ومن كليهما ينبثق تدين، طبعا الى حد كبير مرتبط بالتجربه، مرتبط بالعقل، وليس منبثق من فرض خارجي ايا كان هذا الفرد الخارجي. ورجعنا لكم مشاهدينا عشان نكمل حوار حوالين الدكتور نصر حامد ابو زيد في ذكرى الثانويه الثانيه لرحيل المفكر الكبير. استاذ زين، انا عايز اسال حضرتك، المثقف والسلطه دائما في علاقه جدليه، وكتب كثيره اتكلمت، ومفكرين زي ادوارد سعيد وميشيل فوكو وغيره. نصر حامد ابو زيد، المثقف والسلطه، ايه العلاقه ما بينهم، عامله ازاي سواء ايام ما كان موجود في مصر او سواء حتى في الفتره الاخيره؟ كويس، انا هجاوب على ده، لكن بس الاول عايز اقول انه ايضا احنا بنحتفل بذكرى ميلاده. صحيح، لانه ذكرى ميلاده هي يوم 10 يونيو، وانا بحب احتفل بذكرى ميلاده لانه ذكرى ميلاد حد معناها ان انا بحتفل بالاضافه اللي اضافها للحياه. صحيح، فمن هنا انا بحتفل بذكرى ميلاده وقبل يوم يا استاذ يوم قبل. وبالمناسبه ذكرى ميلاده 10 هي ذكرى ميلاد برضو اسراء، بنقول لها كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وانه كان غريب جدا ومتصادف انه لما وقفنا في عمر مكرم عشان نعمل طقس الرحيل او العزاء، ان انا قمت ان احنا نحتفل بنصر ابو زيد لانه كان يومها يوم عيد ميلاده. يعني كان يوم 10، وقلنا ان احنا في عاداتنا ان احنا بنقوم ايه؟ تعيشوا وتفتكروا. فانا عايز كل حد، انا قمت الكلام ده، ان كل حد يغمض عينه دقيقه ويفتكر ان نصر اضاف له ايه؟ على المستوى الفردي او على المستوى الفكري. ده جزء، وانا اسف ان ده، لا طبعا لا، دي جزئيه مهمه جدا. عايز اخش بقى في موضوع المثقف والسلطه. المثقف بطبيعته مش ممكن يكون جوه السلطه، لانه المثقف هو السيف الذي يجب ان يقوم السلطه. اذا المثقف ده تحول الى اداه من ادوات السلطه فهي كارثه. وطبعا احنا كان عندنا، واستاذتنا موجوده تقول الكلام ده، ان احنا كان عندنا المثقف كان فقيه احيانا، ففقهاء السلطان والجرائم اللي ارتكبوها في حق الدين. يعني فمن هنا ان المثقف اذا في حظيره السلطه فانتفعت عنه فكره المثقف، وبقى شخص يعرف في الاشياء لكنه مش مثقف. يمكن هو يعني لمح الدكتور نصر في الجزء اللي احنا تعرضناه عن فقه الاختلاف، فكيف سيختلف المثقف وهو داخل السلطه مع السلطه؟ في رحاب السلطه، وهو في رحاب السلطه. بالظبط، هو طبعا فقه الاختلاف وفكر الاختلاف ان انا اقبل بالاختلاف والتنوع، وما اقومش ان انا ما ادعيش ان انا فقط ان عندي وجهه النظر الصحيحة. يعني وإذا كنا بنتكلم عن نصر أبو زيد، فاسمحوني أني في جود دكتور أن أنا أقوم عبارة مش لنصر الحقيقة، إنما عبارة للدكتورة هبة رؤوف عز، عبارة كاشفة. وقت ما ابتدى البرلمان يناقش الأشياء اللي بيناقشها، إن قالت إنه في بلد 40% من سكان تحت خط الفقر، مهمة المجلس النيابي أن يبحث في تغطية عجز الموازنة
لا أن يبحث في تغطية أجساد النساء. صحيح. ودي كلمة بالغة أنا بحيي عليها الدكتورة هبة فعلا. صحيح. فهنا ده دور المثقف. صحيح. هي سياسيا وكده أقرب إلى من كانوا في البرلمان. صحيح. لكنها إزاي إنها تقف وتختلف وتقوم هذه هنا ده مثقف. تمام. قبل ما اروح للدكتوره نصح حضرتك كنت الدكتوره امنه حضرتك كنت بمناسبه الاحتفاء بالدكتور نصح حمزه كنت حضرتك حابب تنوه عن فيلم علامه مصر. ايوه انا سعيد انك فكرتني. احد الحاجات من كمان لازم نستخدم كل حاجات ان يبقى في فيلم سينما فيلم تسجيلي عن نصر ابو زيد اسمه علامه نصر عرض للمره الاولى في جريدة الأهرام من حوالي 7 شهور وأعتقد أنك كنت حاضر العرض ده وعرض من 3 أيام في قصر التذوق في الإسكندرية ويعرض غدا في طنطا. الفيلم صناعه محمد حربي كاتب السيناريو والباحث الرئيسي وهو صحفي في الأهرام وهو أول حد كتب عن نصر سنة 1991 مقالة هامة في الأهرام قبل أزمة نصر وقبل أي حاجة وقال إن أنا بقدم مفكر كبير فده والمخرجة هي مها شهبة وأنا سعيد إن هم اختاروا سطر من قصتي عن نصر وبقى ده عنوان الفيلم وقصتي عن نصر موجودة في نسيج. حضرتك هتوعدنا ان احنا هنختم مع حضرتك بجزء من القصيده عن دكتور نصر حمزه. طيب انا عايزه اسال حضرتك يعني في الفاصل حضرتك قلتي في 3 أسباب هم اللي ادوا لوصول التيار الاسلامي بالاغلبيه في البرلمان. اميه ابجديه. الاميه الابجديه. ايوه اتفضل. الاميه الدينيه ودي استغلت بشكل واسع جدا. لان انا لما يبقى عندي اميه دينيه انبهر باي كلام جديد كده فهم انبهروا نتيجه الاميه الدينيه الاميه الابجديه انبهروا بالشكل الجديد اللي اقتحم مصر واقتحم وسطيتها اقتحم توازنها اقتحم نسيج مصر المتدين الجميل الوسط الرائع اقتحموا كل هذا واوجدوا حالة من الاضطراب في عقلية الشعب المصري. ازاي نستغل بقى اعمال او يعني انتاج المفكرين الامر الثالث الفقر كمان الفقر استغلوه كويس قوي تحت بند الصدقة وهي ليست صدقة لوجه الله بل هي صدقة لوجه الصوت والوجه اللي وصلهم والوجه عشان كده قلت لهم لا تخلطوا الاوراق. بس استخدام الدين كان اخطر دكتور نصر حمزه كان اسماء الاستخدام النفعي للدين في احد مقالاته يعني. بس ده عمل حاله سلبيه على المجتمع. هل نحن في دلوقتي شيء مستقيم الامر او متوازن؟ طب بمناسبه المجتمع والتيارات الدينيه يمكن عشان قبل ما الوقت يدهمنا انا عايز اتكلم على مساله المراه ويمكن استاذ زين دلوقتي إيه؟ المرأة. المرأة الاستاذ زين كان يتكلم على مقولة الدكتورة هبة رؤوف عزت عن مسألة أن الاهتمامات التيارات الإسلامية. حضرتك شايفة وضع المرأة ازاي وخاصة مثلا دكتور نصر حمزة له كتاب مهم عن المرأة اسمه دوائر الخوف يعني قراءة في خطاب المرأة وسماه دوائر الخوف وكأنه دائما التيارات الإسلامية تتعامل مع المرأة من منطلق الخوف. حضرتك شايفة ازاي إمكانية انه يبقى في دور اكبر للمراه خلال الفتره دي؟ لا هي اسوأ مرحله على المراه اللي احنا فيها وانا بحطها تحت عنوان هذه المرحله تم اغتيال نفسيه المراه حتى خلوها هانت على نفسها. يعني انت لو رجعت مثلا 50 سنة لورا شوف كانوا الاساتذه من عائشه عبد الرحمن بنت الشاطر مفيده عبد الرحمن سهير القلماوي كان في نساء شامخات الدكتورة فوقية حسين وغيرها وغيرها اللي تسعفني بيه الذاكرة دلوقتي. احنا دلوقتي اصبح وضع المرأة هونوها على نفسها خلوها بصت لنفسها دايما قلقة ده هي مجرد غريزة ده هي مجرد فتنة ده هي مجرد يحصل لها لا لا ده اغتيال نفسي للمرأة. اين المرأة الان من المرأة الصحابية؟ وانا لما احد حبيت له لا تجادل معي صحيح. ارجع لكتاب المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق. احصيت اكثر من 50 شيخة كانت لكبار علماء الأمة. ابن تيمية نفسه كان ليه شيخات. ابو الفرج ابن الجوزي موسوعة القرن السادس الهجري
يقول كلمة أنا بهديها لنساء هذا الزمن الضعيف للمرأة، عندما يقول بموت شيختي، شيختي يعني أستاذتي، بموت شيختي شهدة بنت أحمد البغدادي نقص علم العراق. ما قالش نقص علمي أنا الطالب أو التلميذ، لا، نقص علم العراق في رواية الحديث والخط الجميل. تعالى لأم هانئ في عهدي صلى الله عليه وسلم، عندما أتى إليها رجل يطلب منها الحماية، ده ولا أعظم رجل يقدر يدي حماية لأحد دلوقتي، مش امرأة، فتيجي تعطي الحماية لرجل. فالإمام علي كرم الله وجهه غضبة، فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد أعطيت الحماية أو أجرت فلانا وابن أمي غضب مني. فيقول لقد يعني أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه كانت المرأة في العهد النبوي. مع ان يعني يمكن اخذ راي الاستاذ زين، مع ان المرأة هي اثبتت من اول ثورة يناير ان هي موجودة في الميدان زيها زي الرجل بالضبط، ويمكن ليها ادوار اكبر من كده، اثبتت ايام الانتخابات ان يعني صفوف الانتخابات كانت اكثرها امرأة طوابير تمكث لساعات، صوائر اللي هي مسيرات الحرائر يسموها مسيرات حرائر مصر، يعني كانت كان اكثر المسيرات المؤثرة واللي ادت وجودها الى ضغط على صناع القرار والسلطة في مصر دلوقتي. فالمرأة يمكن خرجت من الإطار اللي المجتمع عايز يفرضه عليها، ورغم ذلك ان المجتمع مصمم ان هو يعني يفرض عليها شيء هي مش قادرة تقبله وبتحاول بكل طاقتها ان هي ترفضه، ولكن النظام دلوقتي او يعني احنا داخلين في مرحلة يمكن قلق. بتقول يعني يمكن استخدم كلمة دكتورة أمنة، هانت بتحاول ان هي تكون هانت عليها نفسها، ولكن انا شايف ان هي بتحاول تقف قدام ده. رأي حضرتك ايه في ده؟ انا شايف انه مع الثورة زي ما انت قلتي، والثورة المستمرة لسه ما وصلناش، انه التغيير الرائع اللي تم داخل المرأة واللي دفعها ازاي نكمله بقى ما نخلوش يقف، انه مواقف، انه المطلوب اذا كان مثلا المطلوب مع سميرة إبراهيم أن تهان وأن تشعر بالمهانة أن يتعمل لها وتكسر كسر المرأة كويس في القرار في المحكم. في مسألة كشف العذرية، ما يسمى بكشف العذرية، كان الرد إيه؟ كان الطبيعي في فتاة من أسرة بسيطة ومحافظة جدا سعيد. ومتدينة جدا وصعيدية إنها تقعد في البيت تواجه هذا العار، أو إن أبوها يروح يطخ عمل كده في بنته. لا، الحقيقة إنها بقت قضية رأي عام، إنها راحت من المحكمة إنه كده. أما تضرب امرأة وتسحن امرأة في الشارع، يطلع تاني يوم 10,000 امرأة في المظاهرات. رغم كده بنلاقي تمثيلها في البرلمان يهدي يكون من عدد اللجنة التأسيسية. اللجنة التأسيسية ما فيش تمثيل. شقائق الثورة زي ما بنسميهم يعني هم نص الثورة وكل الأمل في استمرار الثورة. أنتم هم الأمل حقيقي. هي استغلت. بص يا أستاذ، هي استغلت ولكنها خرجت بلا شيء. هي استخدمت رقم، ولذلك من هذا المقام أنا بقول للمرأة استعيدي نفسك، حسي بقيمتك، لابد تعرفي من تختاري ومن لا تختاري، قدري صوتك إن ده بيشكل أمة. يعني النهاردة مثلا إنه النموذج اللي موجود عند الناس، النموذج العام، الشخص اللي أنت تحب تكون زيه أو تقتدي به، هنلاقي سميرة إبراهيم، هنلاقي ميري دانيال، هنلاقيكي، معلش مش انت عشان انت موجوده يعني، هنلاقي نماذج كتير، هنلاقي احمد حراره، هنلاقي النموذج تغير. من هنا علينا واجب يعني زي ما بتقول الدكتوره النموذج، لكن هل عم القاعده العريضه؟ حضرتك بتقولها بمنتهى الدقه، النموذج النموذج تغير. ومن هنا ان احنا علينا ان احنا نحارب، واحنا في حربنا ضد تجاره الدين وضد تحويل ان طوابير النساء الهائمة ديت تتحول فقط الى انها حمام، الصوت حمام عشان يتحط في الصندوق، والصوت حرام لو فتحت بقها.
طب دكتور احنا خلينا اسال سؤال، دي نقطه مهمه. يعني انا بشوف ساعات كتير واعتقد ده ناس لمسته، جزء كبير من الصوت للتيارات الدينيه هي المراه نفسها. يعني عندما يخرج ليقول شيخ من المشايخ او معظم كتير من المشايخ يقولوا انه المتشددين طبعا ان صوت المراه عوره، وهتجدي في نفس اللحظه هذه المراه تصوت لهذا الشيخ او هذا التيار. ايه اللي بيخلي ايه اللي اتكسر جوه المراه بيخليها تروح تعمل ده؟ جهلها الاميه الابجديه والاميه الدينيه، هو ده بتقصير والفقر. إما قالت الدكتور عن أنفقر شراء الأصوات كويس، وما يستقيم شراء الأصوات ده دي جريمة، شراء الصوت دي جريمة، ما يستقيم يستحل كل هذا. طب أستاذ زين حريك، هل تخيلت في لحظة من لحظات لو كان الدكتور ناصر حامد وزيد عايش معنا النهاردة، أنت كنت هتبقى شايف موقفه إيه من اللي بيدور؟ موقفه زي هيئة، يعني هو كتب هو كتب موقفه، هو مع هذه الثورة في مجملها وأحد المبشرين بيها. هو موقفه أنه هيدافع عن المرأة، هيكشف زيف تجارة الدين واستخدام الدين وكده، هيكشف زيف السلطات اللي بتدعي انها متدينة وكده. احنا الوقت بيدهمنا، وحريك وعدتنا هتختم لنا حلقة بجزء من قصيدة حريك عن دكتور ناصر حامد. هي قصيدة صغيرة فهنقومها كلها، يا ريت نسمعها. يعني عارف عنوان القصيدة، بس عايز اوضحه. اتفضل ثانية. اسمها السكن تحت الجلد، وهو أصدقائي اللي بيغيروا سكنهم، اللي بيرحلوا عنا وبيغيروا السكن، فمن بيت إلى إن هم يسكنوا في قلبنا أو إن هم يسكنوا تحت الجلد. السكن تحت الجلد إلى نصر أبو زيد. واحد، تتعب من السفر القريب والبعيد، تغير القمصان مع العنوان، تترك حيطان الزمن، تنفض عبيت البدن، تلمح عينيك فتحة في جلد الإيد، تضحك لها وتمر، شايلة يمينك كتابك، شايلة الشمال ابتهام، وين سرق من عمر. اتنين، نفسك دفى في رقبتي، وعيون تسابق كتابتي، وتحط فصلة نسيتها ونقطة اخر السطر. تلاتة، ينده عليك الصحاب، ترجع في صفحة كتاب، تنده عليك ابتهام، ترجع في رد السؤال، ينده عليك الوطن، تركب حصان الزمن، وتعود علامة نصر. علامة نصر، وأعتقد النصر قادم. وإذا كان الدكتور ناصر حامد أبو زيد رحل عنا جسدا، فهو بقي معنا فكرا، وفكره أعتقد زي ما حضرتك قلت مهد للثورة، وأعتقد هو بيمهد للقادم، وأعتقد في النهاية أن ناصر حامد أبو زيد وفكره هو من سينتصر. لذلك سنجد علامة النصر قريبا إن شاء الله، وهنشوفها كلنا. في النهاية أنا بشكر كل الشكر للأستاذ زين العابدين فؤاد، الشاعر الكبير وأحد أصدقاء الراحل الكبير ناصر حامد أبو زيد، والدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر، وأحد أيضا الذين ماله الدكتور ناصر حامد أبو زيد في رحلته في هولندا. كانت رحلة سرية الحمد لله. يا الحمد لله. وفي الآخر نقول رحم الله الدكتور ناصر حامد أبو زيد. يمكن النهاردة ذكرى الدكتور ناصر حامد أبو زيد، ويمكن أخذنا من كلامه جملة احنا محتاجينها قوي اليومين دول، وهو فقه الاختلاف. هل فعلا هنفهم يعني ايه نختلف عشان نبني وطن، عشان نعدي من المرحلة اللي احنا فيها، علشان يكون عندنا حلم الثورة بيتطبق في حياتنا وبنشوفه في حياتنا؟ ده اللي بنتمناه. بنتمنى ان احنا نمر من كل الضغوط اللي احنا فيها بفكر امثال المفكر دكتور نصر وغيرهم، للمرور من تلك المرحلة اللي اطلقت عليها دكتورة امنة مأزق منعيشه الايام دي، وان شاء الله يمر بينا بسلام. وانتظرونا وحلقة جديدة ودور يا كلام. كلام على كيف
كيف الدور، خلي بلدنا تعوم في النور، ارمي الكلمة في بطن الظلمة، دافع سلمى وتوري النور، اكشف عنا ونهلنا، اكشف عنا ونهلنا، لاسعف لاسعف يهب النور، دور يا كلام على كيف الدور.